وبعدين انا الكبير ها، وما تحملش هم، انا ترابيزتي محجوزه يوميا. كلم لنا 10 يا في وقت. لا يا بابا معلش، خليها وقت تاني ونحتفل كلنا بقى يعني. لا 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 لا، ما ينفعش الكلام ده خالص، احنا لازم نحتفل ونتعشى في احلى مكان في الدنيا. الو يا عشر، انت فين؟ اقفل عشر اقفل. عمو انت لازم تمشي الكلب ده. يمشي بس عمل ايه؟ خد العربيه ومشي، قال انا فاكره هيبان. لا الواد ده يمشي من بكره الصبح، شوف لنا حد غيره. انت فور. اللي مدلعه. لا انا ما دلعتوش، بس بيني وبينك هو معذور كمان، اصل انا يعني لما باجي هنا وبقرر اتاخر او ابات او اي حاجه من الحاجات دي بسيب له العربيه يروح بيها، واد غلبان. ها ما قلتليش بقى تحبوا تتعشوا فين؟ تحبوا الماريوت مثلا؟ احنا بقى كنا كل عيد لازم نقضيه في التراب. التراب كانت بالنسبة لنا كل حاجة بقى، البيت والشارع والغيط والمولد وكل شيء، نلعب كورة، نلعب صيد وحمام، أي حاجة نعملها في التراب. لحد ما وصلنا بقى لأننا بقينا بنروح كل رمضان. نقضي طول اليوم صيام وآخر اليوم نفطر برضه في التراب. لو سمحت يا كابتن، أنا بعاوزك تشكل لنا شوية حاجات ساقعة كده على ذوقك، ألوان ها؟ شوية ألوان ساقعة. لا لا تعيش. الله يعيرك يا مجدي، زي ما انت عارفني كده، حسبي الله ونعم الوكيل، انا استاهل ضرب الجزمه اني وافقت اخطب. فوتي فوتي وافردي وشك كده، اعملي يعني انها خروجه شعبيه. المكان حلو قوي تحفه، وانا كنت محتاجه للتغيير والتجديد ده، مش كده؟ ايوه. اصلنا زهقنا من الاوتيلات والبواخر، بجد اختيار موفق يا مجدي. والله العظيم عم مجدي ده برنس. اه والله يا باشا، يستحيل يكون في حد زيه في الدنيا والله. بابا عايزه واحد في اكبر. تمام. على فكره بقى الفراخ البانيه هنا بيعملوها كويس قوي قوي قوي. اجيب لك فراخ بانيه عادي. تمام ماشي. واحد ها؟ اه واحد كفايه قوي. خليهم اثنين. طبعا عايزه اثنين كمان زي الوقت. اثنين فراخ بانيه واثنين وانت كمان، يبقى اثنين فراخ بانيه هنا واثنين فراخ بانيه هنا واثنين فراخ بانيه هنا. ستة. لا ستة. اصحى معايا صباح الفل. فؤاد اتنين بس؟ طب ما نتصور ده بقى يا جماعة. فكرة هايلة، فكرة هايلة. كابتن يلا لو سمحت بعد اذنك خد التليفون من عمر بس هنصورنا صورة كده للذكرى. بسرعة بس. ما دي حاجة ماما. لا لا لا، عشان تقعد تفضل لازقالي. الله استعبطي اديها انت بعيد. يلا يلا طلع سندوتش بس. بس يكون في هنا.